صباحكم مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موكا كافيه. اليوم سوف نناقش العديد من المواضيع ونذهب مع بعض إلى العناوين. في فقرة سياحة وسفر وجهتنا إلى محافظة حضرموت وتحديدا إلى منطقة الحامية. كلاهما ضروري لجسم الإنسان ويعدان من استخداماته اليومية، ولكن كيف نخلق التوازن بينهما؟ دراسة حديثة تبين بأن السكر الزائد يرفع ضغط الدم. 1 من كل 20 طفل يعاني من التأتأة في سن 5، سوف نناقش الموضوع بالتفصيل. الجامع الكبير بصنعاء في فقرة التراثيات والمخطوطات القديمة. في فقرة الطب البديل، هل تجدي الأعشاب في علاج حالات الكبد والتهابات؟ سنعرف مع الدكتور قيس محمد عبد الله. مشاهدينا، هذه كانت أبرز عناوين حلقة اليوم، ننتقل مع بعض إلى فقرة الأبراج. مواليد برج الحمل، لك حقوق لكن عليك واجبات، وهذا يوفر لك مزيدا من الاستقرار المستقبلي. عاطفيا، يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم سلبا أو إيجابا. مواليد برج الثور، عليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول المناسبة. عاطفيا، كن منتبها للحبيب كما تنتبه لعملك، فكلهما مفيدان لك. مواليد برج الجوزاء، تتصرف بشجاعة كلية أمام موقف حاسم. أمعن النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب. مواليد برج السرطان، مهنيا تطورات عملية مهمة تعزز موقعك في العمل. عاطفيا، تشعر بالإحراج نتيجة تعرضك لموقف صعب مع الشريك. مواليد برج الأسد، لا تضخم الأمور وحاول أن توضع مسألة مبهمة تثير الاستغراب. عاطفيا، الفلك يطلب منك التروي وعدم التسرع في اتخاذ القرارات. مواليد برج العذراء، التعامل مع الزملاء بصدق وشفافية يمنحك مزيدا من المصداقية. عاطفيا، ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق، لذا تكون مضطرا إلى مضاعفة جهودك. مواليد برج الميزان، قد تستعيد قضايا من الماضي تعقد لك الأمور، فكن حذرا. عاطفيا، استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكن التساهل أحيانا يزيد الوضع تعقيدا. مواليد برج العقرب، يوم من الطمأنينة يساعدك على تنظيم عملك على نحو أفضل. عاطفيا، معاملة الشريك بطريقة حسنة تترك ارتياحا عنده وتولد مزيدا من الأجواء الجيدة. مواليد برج القوس، بقدرتك يمكن أن تواجه كل الاحتمالات بعزيمة ووعي وتستبق الأمور. عاطفيا، تعلم كيف تنتظر الوقت المناسب وكيف تلتقط مفاتيح الحب. مواليد برج الجدي، تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح، وسيكون بانتظارك فرحة كبيرة على هذا الصعيد. عاطفيا، لا تزعج الحبيب بطلباتك التي لا تنتهي. مواليد برج الدلو، تنظر إلى الأمور بإيجابية وتلاحق بعض الشؤون المالية بإصرار وإلحاح. أما عاطفيا، لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر. أخيرا، مواليد برج الحوت، تتغير المعطيات لمصلحتك وتبدأ عجلة العمل بالتحرك السريع. عاطفيا، لماذا لا تظهر مشاعرك للحبيب وأنت تدرك مدى تعلقه بك؟ مشاهدينا، هذه كانت
تطلعات الفلك لهذا اليوم، ولكن احنا نكرر ونقول كذب المنجمون ولو صدقوا. لحظات قصيرة ونكون مع أولى فقرات برنامج مكركثي وهي المحطة. قهوة النخبة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. اليوم في محطة موكا كافيه سوف نناقش موضوع بات يعني منتشر، وكثير من النساء العاملات التي يعني يعملن في مهن مختلفة، وأيضا منهن الطالبات ومنهن ربات المنازل. كيف تنسق المرأة العاملة والطالبة وربة المنزل بين مهماتها الثلاثة وواجباتها؟ هذا ما سوف نناقشه اليوم في المحطة. نرحب بالأستاذ أحمد المعمري، أستاذ علم النفس. كيف حالك الدكتور؟ إيش أخبارك؟ الحمد لله. أستاذ اسمح لنا نشوف التقرير مع بعض الذي عدّه الزميل أحمد عبد الرحمن، ثم نواصل الحوار. مع ازدياد ضغوط الحياة المعيشية على جميع أفراد المجتمع، لم تكن المرأة بمنأى عن هذه الضغوط، فبعد أن كانت مسؤولية المرأة لا تتعدى بيتها وأولادها، أجبرت على الانخراط بكافة المجالات ابتداء من المستوى الأكاديمي وانتهاء بساحة العمل. فهل يمكن للمرأة اليمنية أن تجمع ما بين الدراسة والعمل ومسؤولية المنزل؟ ومن جهة أخرى، فإن الجهد الكبير الذي تبذله المرأة من تنظيم عملها الخارجي وبعد عودتها يتوجب عليها برمجة عقلها لمسؤولية المنزل، إضافة إلى ضرورة أخذ القليل من الراحة، كل هذا لا يسمح لها بالتوفيق بين هذه المسؤوليات، فلا بد من التقصير في جانب لإتمام الجانب الآخر. إذا عرفت إيش الحقوق والواجبات اللي عليها، تعرف إني توفق بين بيتها، وإذا كانت تشتغل إذا كان عندها عمل تعرف توفق في عملها، تنسق بالوقت. أكيد تستطيع ذلك إذا كان عندها رغبة واجتهاد من الداخل، تستطيع أن تعمل أي شيء. ما يعني هو في ضغوطات، بس مش ممكن يتأثر إذا كان المرأة عندها رغبة من داخل، ما فيش أي ضغوطات تأثر عليها. أكيد أكيد المرأة تقدر توفق بين العمل المهني والمنزلي إذا كان عندها، إذا كنت تعرف توفق ما بين وقتها، يعني يكون وقت العمل وقت العمل، وقت المنزل وقت المنزل، وتعطي وقت للأطفال وقت زوجها وقت العمل، أكيد تقدر توفق، ليش لا؟ وبالعودة إلى معطيات العقل والمنطق، فإن كل فرد منا يمارس في مجتمعه مجموعة من المسؤوليات التي يفرضها عليه مكان وجوده وقدراته، ومقدار معرفة الفرد لمسؤولياته وفهمه لها، ثم حرصه على تحقيق المصلحة والفائدة المرجوة منها. كل هذه المعطيات وإن طبقت، فإنه ومن خلالها يمكن أن يجمع الفرد عامة والمرأة خاصة بين مسؤوليتها المهنية بالعمل والتربوية في المنزل. الكثير من الرجال يشككون في إمكانية المرأة بالتوفيق ما بين عملها المهني وواجبها المنزلي، لتثبت لنا المرأة وفي كل مرة أنها تستطيع أن تفعل كل شيء. أحمد عبد الرحمن لبرنامج موكا كافي. نشكر الزميل أحمد عبد الرحمن عن هذا التقرير.
أستاذ أحمد، زي ما شفنا يعني في التقرير إنه المرأة الآن بطلت يعني تخرج للعمل ظروف الحال أم يعني إثبات للذات أم غيره من الأسباب، هل في علم الاجتماع يعني يعني إنه يعني تجمع المرأة بين هذه الثلاثة الأمور، يعني بين البيت وبين العمل وبين إذا كانت هي طالبة، هل هذا الشيء ممكن؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أحب أن أزجي تحية خالصة لهذا الشاب الذي أعد التقرير، صوته الجميل، وأتمنى أن يصبح مذيعا وإعلاميا عالميا إن شاء الله. نحن نمتلك الكثير من الكوادر. الموضوع من البساطة والتعقيد بمكان. هناك مصطلحات في علم النفس الاجتماعي وفي علم الاجتماع، هي مصطلح الأدوار الاجتماعية، وهذه قضية مهمة جدا أن نتقنها جميعا. نعم. يعني بإمكان المرأة أن تكون أما وطالبة ومعلمة وزوجة في آن واحد إذا أحسنت. هناك أيضا مصطلحات في إدارة الذات وإدارة التنمية البشرية. نعم. هو مصطلح إدارة الوقت. تستطيع إذا أرادت هذه المرأة أن تدير وقتها بشكل جيد، فإنها تستطيع أن توفق بين الأدوار جميعا. هذه ناحية. الناحية الثانية، نحن إذا ما عدنا للمرأة في الريف فإنها تقوم بأدوار كثيرة، أم ومربية وزوجة. صحيح. وعاملة. صحيح. لا ضير، لا إشكال، نحن لا نناقش عمل المرأة في الريف إطلاقا. والناس لا ينتبهون، ولكنهم إذا ما عملت المرأة في المدينة تثير الانتباه. هذه قضية ينبغي الإشارة إليها والتركيز عليها، بأن المسألة ليست في عمل المرأة من عدم عملها، ولكن المسألة المرتبطة هل تستطيع هذه المرأة أن توفق بين أدوارها المختلفة. فإذا استطاعت لا ضير، ما المشكلة؟ لكن عندما لا تستطيع، متى المرأة لا تستطيع؟ أولا أن لا يكون لديها استعداد داخلي، يعني ما هيش مستعدة أن تكون. ثانيا أن الكثير من الناس يكثرون الشكاوى، تكثر الشكوى. نحن لا نريد من المرأة التي تريد تحقيق ذاتها، إذا وجدت ذاتها بأن تكون أما فقط فعليها أن تبقى أم. يعني إذا اشتكت وكثرت من الشكوى يرجع فوق رأسها، يعني ترجع تقول ما فيش عمل، يعني قسي في البيت طالما بتشتكي. هذه برمجة الذات. ما الذي نوحي للذات؟ هل نوحي نحن قادرون؟ نحن يعني المسألة الإيجابية اللي ناقشتوها أنتم قبل يومين، يعني إيجابية الذات. هنا ينبغي بصورة عامة أن ندعو الرجل والمرأة أن يكون إيجابيا. الجانب الآخر، المنظور الاجتماعي. المنظور الاجتماعي، المرأة إذا تضايقت أنها تعمل، خلاص احنا مش قلنا لك ما تشتغليش ما تعمليش. صحيح. أنت تريدين هكذا. المسألة ليست على هذا النحو. الحياة الأسرية العائلية في ظل التعقد الاجتماعي الاقتصادي الموجود ينبغي أن يتكاملها. يعني أنا شخصيا يعني إذا كان الأسرة ميسورة ولديها أبناء، يعني لا داعي للعمل إلا إذا كان لديها عمل رسالي. عمل رسالي يعني عمل فيه جانب طوعي، خدمة مجتمع. نعم. تمارس عمل الطب وقت يعني قصير، يعني ما يأخذ من حياته هذه يعني كثير. لكن إذا كان الظروف القاسية، الظروف الاقتصادية طاحنة. نعم. في ظل هذا الغلاء الفاحش. صحيح. في ظل هذه الإشكالية ضروري ما يتساعد. أيوة. كثير أنتم ناقشتم الأسبوع الماضي مثل هذا اليوم مشكلة الطلاق. وكان من أهم، يعني نحن نعرف أن من أهم مشكلات الطلاق، يعني قد لا يكون الأول ولكن يأتي الثاني والثالث، هو البعد الاقتصادي. صحيح. هو البعد الاقتصادي. فالتكامل، مفهوم التكامل، مفهوم المودة والرحمة، تقتضي التكامل بالمفهوم الكامل والمطلق، بمعنى التعاون، بمعنى الإيثار، بمعنى الأخذ والعطاء. طيب وليس أحمد، إيش دور الزوج يعني في مساعدة زوجته، يعني إنه يتحقق ذاته، يتحقق يعني عمله، يتحقق بيته، يعني هل له دور أم يعني الزوج متفرق، يعني هي المرأة كل شيء تعمل؟ إحنا المتفرق ليس لبيبان هنا. المتفرق نحن نرفض طالما ونقول مصطلح التكامل، فليس هناك فرقة. نعم. لا لها ولا له، يعني الله سبحانه وتعالى قال المودة وجعل بينهما مودة ورحمة. عندما نأخذ مفهوم المودة قاموسيا، معجميا، لغويا، نجد أن لها دلالات روحية، نفسية، عقلية، اقتصادية. نأخذها. والرحمة، ما مفهوم الرحمة؟ يعني مفهوم الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن. الزوج تعبان وفقير ولا الزوجة متعبة؟ الرحمة هنا إعطاء المساعدة الحقيقية دون من.
دون من. أما أنه يجلس يتفرج، لماذا يتفرج؟ هو لا يعرف، لا يعرف الحب إلى قلبه طريقا. طيب. يعني مفهوم الحب أيضا. بس في بعض الرجال يعني أنه يتفرج علشان يشوف أي غلطة أو منتظر أي تقصير علشان يبدأ يعني يقول له شفتي كيف قصرتي، شفتي كيف عملتي، يعني يجلسي. مفهوم الشراكة ليس فيه تربصا ولكن فيه تعاونا. نعم. إذا كنا نقول هؤلاء شريكين لا يتربص أحدهما بالآخر، ولكن نحن عادة لما نقول عندما تصل العلاقة الحميمية بين الزوج والزوجة إلى حميمية رائعة، ما عاد يصبحش يعني أنا عندي معيار للحب أراه أن تتذكر من تحب في كل طرفة عين، يعني ذهابا وإيابا، ابتداء من حب الله ومروان بحب، انتهاء بحب الأولاد والزوجة. ما الدليل أنك تحب؟ بعدين ما فيش حب ناشف. يعني الناس اللي يتحدثون عن الحب المفهوم ميتافيزيقي، الحب ليس مطلق الميتافيزيقية، يعني غياب عن المفهوم هلامي، ولكن الحب فيه بعد مادي. طيب ويجب أن يعين الناس هذا الكلام. أستاذ أحمد، بالنسبة لنظرة المجتمع، يعني هل ما زالت قاصرة على عمل المرأة؟ يعني هل عادها بتشوف أنه المرأة منفعش تشتغل أو تخرج؟ يعني هل بتواجه المرأة بعض مشاكل أثناء البحث عن العمل؟ لم يعد الآن كما كان. يعني كان سابقا الناس يعني كان ما حد يقبل مثلا بعض المهن للمرأة. كنا ونحن أطفال أو في سن قبل 20 سنة 25 30 سنة ما كانش أحد يقبل إلا أن تكون إما ممرضة أو طبيبة. صحيح. مدرسة بالكثير. صحيح. لكن الآن لأسباب دائما نقول التحولات الاقتصادية تقود إلى تحولات اجتماعية، نظرا لتعقد الحياة الاقتصادية إحنا كثرنا ومصادرنا قليلة والعبث كبير والفساد حدث ولا حرج، فالعائلة كبرت أصبحت عائلة ممتدة في العائلة النووية، أصبحت يعني 4 5 6 7 8 10 أولاد لا تستطيع تزوجهم ولا تستطيع تبني بيت ولا تستطيع هذه كلها. يعني أنا أنظر لإيجابية للشريك، بمعنى أن المرأة إذا استطاعت أو إذا أرادت أو إذا رغبت أو إذا قامت بالعمل من أجل أن تكون هذه العائلة والأسرة مستقرة، وأن الأبناء يتفوقون يتميزون يدرسون لا يحتاجون يعيشون بكرامة وشرف وعزة، فهذه امرأة إيجابية نحن نحييها ألف تحية. وعلى الزوج هنا على الرجل أنه ينظر بإيجابية لهذا العمل. إذا كان يغير منه كيف المرأة تتصرف؟ إذا كان يعني يغير من نجاحه ويغير إنه يعني ناجحة في العمل وأحسن منه، وإذا كان خصوصا تستلم راتب أعلى منه، هنا كيف تكون هذه الغيرة قضية أخرى ممكن تناقشها في حلقة مطولة طويلة، نأخذها من جميع الأبعاد. ومفهوم الغيرة مش قاصرة على المجتمع اليمني، مش قاصرة على المجتمع، في كل الحضارات الإنسانية. يعني العقل البشري في بعض القضايا موحد. الآن يعني إلى الستينات إلى السبعينات كان لا يسمح بعمل المرأة في بعض المجتمعات المتقدمة واللي تسمى الآن مجتمعات متقدمة ومتطورة، والآن أصبحت هي بقدر الاحتياج لا يحصل الغيرة. هي فين تحصل الغيرة؟ لما المرأة تشتغل دخل عالي تقول له هذه حقي، أنا معي حساب في البنك وأنت الرجال عليك أن تصرف على العائلة لأنك المسؤول. ونقول له طيب وحنا ودينا إنك تشتغلي. هذا الشيء غلط ولا صح دكتور؟ غلط طبعاً. مفهوم الشراكة. يعني مفهوم لازم تشارك بفلوسها. لكن هو لابد الحياة لابد أن يكون في درجة من الخصوصية. لكن مطلق الخصوصية بين الزوجين لا يسمون زوجين، لا يسمون شركاء. ما مفهوم الشراكة؟ أنا شريك فلان، شريك كثير من الناس يخبي عليه الحساب. ربما هي كانت يعني مدبرة وزوجي بس يعني مسرفة، هي تحاول إن تدبر يعني. تدبر لمن؟ للبيت وللعائلة للأسرة. إذا هي شريكة. طالما هي مدبرة وتعطي العائلة والأسرة ليش تخبي؟ طالما هي لها الفضل، هي صاحبة اليد الطولة، لها سبق تشكر عليه. لكن لا أقصد هذا، أقصد المرأة اللي تستلم 200,000 $2,000 $3,000 تشتغل مع منظمة عالمية لها دخل عالي. نعم. وتقول له هذه بيسي أنت، هذه فلوسي خاصة لاشتغل لحالي، أنت عليك طيب اصرفي على الأقل على نفسك. تقول له لا، مش أنت رجال عليك أن تصرف. هذا مفهوم يأتي في هذه اللحظة، مفهوم الذكورة والأنوثة والرجولة والنسوية. لا، المسألة ليست على هذا النحو. طالما ونحن مفهوم الشريكين، مفهوم الشراكة لها أصول في القانون، في علم الاجتماع، في علم النفس، في الحياة الأسرية، في الحياة الواقعية. لما نقول شراكة يعني نقول شراكة. أما أنه نجمني ونجمي الأسد يعني هذه كلام، هذا كلام ثاني يعني. طيب أستاذ أحمد، إذا حصل تصادم يعني بين المرأة وزوجها أو بين المرأة ورعاية البيت ورعاية الأطفال، هنا كيف يكون الحل؟ كيف تصادم؟ يعني هو دائما عندما يعني قصرت مثلا أو العمل زاد عليها كثر، تعبت من العمل، يعني صعب أنه أحيانا واحدة تشتغل وتشوف البيت بنفس الوقت يعني. صح صح. معظم طيب هو كم عدد أفراد الأسرة، أعمار الأولاد، الرغبات، التوجهات، أساليب التربية.
لحين الآن أنا دائما أن كتبنا ودرسنا وعلمنا واطلعنا وزملاء، لماذا يعزف الشباب حتى المتعلم عن الزواج بالمتعلمة؟ يعني الآن بدأت ترتفع النسبة من الزواج بالمتعلمات. السبب أنه أنا تربيت بعادة جدي وجدتي، جدي وجدتي جدتي جلست في حزل جدي وبي أمي. تمام. هو الرجل بعقلية بهذا النمط التربوي يريد امرأة زي أمه بهذا الشكل، يعني يريد. لكن تجي المرأة تقول له إيش أنت معك بكالوريوس وأنا مع اثنين، يعني إيش اللي حصل؟ تبع حصل في هذه القصة. نحن نحتاج إنه اتحاد النساء واللجنة الوطنية للمرأة والفضائيات ووسائل الإعلام توعي المرأة أن تكون وتوعي الرجل أن يكونوا شريكين. مفهوم الشراكة هنا تلتغي فيه مفهوم الذكورة، يعني الحياة الزوجية حاجة والدراسة والشهايد حاجة ثانية. هنا مفهوم الشراكة تلتغي فيه كل المتغيرات الأخرى. يجب أن يكون المودة والرحمة هي الطاغية التي أرادها الرحمن سبحانه وتعالى. المودة والرحمة إذا ترجمت إلى حياة معيشة في الأسرة لن يكون هناك مشكلات، ولن تأتي إليك مطلقات ولا مطلقين. لا طلاق عاطفي ولا طلاق قانوني يعني. لا طلاق عاطفي، لأن هناك في إشكالية في الطلاق العاطفي، ومن أسبابها أحيانا السلوك الاستحواذي لدى الرجل أو لدى المرأة، لدى الرجل أو لدى المرأة. يعني يجب أن يكون إذا الرجل يخبي عن زوجته أو الزوجة تخبي عن زوجها، فهو لا توجد الحميمية ولا توجد الرحمة ولا مبادئ الشراكة. نعم. انتفت الثلاثة القواعد الأساسية لتكوين أسرة جيدة. طيب. عائلة جيدة. بس احنا من جانب نفسي يعني نتكلم عن نفسية المرأة، يعني إذا كانت المرأة يعني موفقة في العمل و يعني بيتها مش مقصرة فيه ولا زوجة ولا عيالة، هنا نتكلم عن الجانب النفسي، كيف بتكون نفسية المرأة عن غيرها يعني من النساء التي يعني مثلا في البيت دائما أو ما حققوش أي حاجة؟ هل في فرق يعني في النفسيات؟ بطبيعة الحال كل من كان قادرا على الإنتاج وينتج هذا مفهوم تحقيق الذات. نعم. يصبح مفهوم الذات إيجابي. أنا أتمنى منك أن تستضيفي هنا بعض سيدات الأعمال. نريد، أنا عندي مش عارف، أنا أخاف زوجتي تسمعنا الآن تزعل ولا شيء. تحيز أرى إنه المرأة بالإمكان أن تقود بشكل جيد إذا عقلت، إذا مثل يعني عندنا نماذج جيدة. ما لا نريد أن نقف عند أروى في القرون السالفة، نريد أروى جديدة. نعم. نريد بلقيس جديدة. هناك فعلا نريد يعني تلك المرأة الحكيمة التي حاورت نبي إن الملوك إذا دخلوا قرية، هذا العقل اليمني الرائع. نعم. نريد هذا، يعني مش أصبح بالطوط حدك تلحقني. نريد العقلية الناضجة التي تقود إلى أن تكون المرأة فاعلة. نعم. وقبل أن تكون فاعلة تكون منفعلة، تكون متفاعلة منتجة. هو مفهوم الإنتاج إيشو؟ هو لا يمكن أن يكون الرجل ناجحا في عائلة فيها مشكلات أسرية. صح. ولا يمكن أن تكون المرأة سعيدة في أسرة تكون المرأة فيها استحواذية وإلا أنت من وني من. دائما الحب عندما يصل إلى درجة رائعة لا أو متقدمة لا نقول للآخر يا أنت يا فلان بس ببقى، لكن نقول له يا أنا، لكن نقول له هنا عندما نصل إلى أن الحميمية في حالة التوحد الوجداني، في حالة التوحد الوجداني العاطفي بالإمكان أنه يعني تكون العلاقات إيجابية ولن تحدث غيرة ولن تحدث مشكلات إلا بقدر المستطاع. في المشكلات هنا تصبح ملح توابل. نعم. رائعة تجدد النشاط. نعم. تجدد النشاط. أما الإشكاليات العائلية الأسرية لو أجرينا بحثا أو دراسة أو استطلاع عن هذه المشكلات الأسرية العائلية سنجدها حدث ولا حرج، وبالإمكان حلها بشكل بسيط جدا جدا. وأنا بالمناسبة أكرر. نعم. أتمنى على اتحاد النساء وأتمنى على اتحاد الرجال، أتمنى على اللجنة الوطنية للمرأة أنه يعملوا برامج توعوية إرشادية. نعم. كيف تكون أسرة سعيدة، كيف نكون، لأنه أحيانا تكون عاداتنا وتقاليدنا نسير عليها. عقليتي عقلية أبوية، يعني نشأت 25 سنة، وبعدين أحيانا الأمهات في ليلة الزفاف تقول لابنتها خليكي بنت سبيعة لما توصلي من أول يوم دقي راسه، يعني وإذا بنا ندخل في إشكاليات. لا، يعني أنت المسيطرة. نحن أيوة نحن نريد الأم تعلم بنتها والأم والأب يعلموا ابنهم أن تكونوا حميميين، بمعنى علاقات العصافير. نعم. علاقات الحب، الاحترام، التكامل، التعاون، والمبدأ القرآني. المبدأ القرآني يحل المشكلة. نعم. المبدأ القرآني بالفعل يحل المشكلة. المودة والرحمة، أنا أتمنى أنه من يسمعنا يقرب المودة والرحمة إن شاء الله، وسيجد أنه حل معظم
أو جل إلا ما يكون كل مشاكله ومتاعبه وإشكالياته. إن شاء الله نتمنى يعني إنه اليوم في المحطة يعني نكون قد وصلنا أهمية يعني المرأة العاملة، وإنه ما فيش أي ضرر إذا المرأة تشتغل وتدرس وبنفس الوقت ربت بيت، أهم شيء تكون إنسانة منتجة راضية عن نفسها، المجتمع راضي عليها، ويعني تكون يعني تكون علاقتها إيجابية مع زوجها، ويكون في مبدا شراكة، ما يكونش في الأسرة ما يكونش اثنين مع الأسرة، يعني أسرة واحدة ما يكونش اثنين، نعم، ما يكون واحد فقط، نعم، ويخططوا تخطيط إيجابي ويحلوا مشاكلهم. حلوة إذا الناس يعني إذا حلوة بالفعل يعني فعل في الحياة ما يستحق أن نعيشه فعلاً. في الحياة حاجات جميلة ونستطيع أن نكون سعداء، نعم، ورائعين وممتازين إن شاء الله. أستاذ أحمد المعمري أستاذ علم النفس، شكرا لك كثيرا على حضورك معنا وتلبية لك تلبية دعوتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة سياحة وسفر وإلى مدينة الحامي في حضرموت. منطقة الحامي تقع الحامية على الساحل البحر العربي إلى الشرق من مدينة الشحرة، تبعد عنها بنحو 22 كيلومتر، يمتد العمران قبالة الساحل من الغرب إلى الشرق، تحميها سلسلة من الهضاب من الناحية الشمالية، يتوسط المدينة الحصن الذي يستعمل الآن كمقر للسلطة المحلية، يحيط بالمدينة بساتين النخيل وحقول الحبوب والخضار التي ترويها قنوات محفورة في الأرض، تستمد مياهها من 20 عيناً أغلبها مياه ساخنة، يعمل أغلب سكان هذه البلدة في الصيد والزراعة. اشتهرت الحامي بمينائها القديم وأبنائها الذي مارسوا النشاط البحري، وقد أنجبت هذه البلدة على مدى القرون الثلاثة الماضية نخبة من أشهر الملاحين. ومن أجل حفظ التراث البحري العظيم تم تأسيس فرقة اليمن الشعبي في الكويت عام 570، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ظلت هذه الفرقة تختزل لنا تاريخ وتراث اشتهرت بها ربابين السفن الشراعية في الوطن العربي، وكانوا يسيرون الخط التجاري القديم بين الشحر والهند، وكان لهم دورا كبيرا في مقاومة البرتغاليين. تم تأسيس فرقة اليمن الشعبي في الكويت عام 570، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ظلت هذه الفرقة تختزل لنا تاريخ وتراث اشتهرت بها ربابين السفن الشراعية في الوطن العربي، وكانوا يسيرون على الخط التجاري القديم بين الشحر والهند، وكان لهم دورا كبيرا في مقاومة البرتغاليين. تشتهر الحامي الآن بمياهها الكبريتية وعيونها الساخنة ذات الخصائص العلاجية، حيث يستشفي بها المرضى من أمراض الجلد والروماتيزم وغيرها من الأمراض. شكر الزميلة لمياء الأديمي على هذا التقرير. والآن نفتح الملف الطبي والتي سوف نتحدث عن التأتأة عند الأطفال. طبعا قد ربما بعض الأطفال يتأتؤون في بداية كلامهم، وقد لا ينتبه الآباء أو لا يأخذوا بعين الاعتبار متى تصبح حالة التأتأة يجب الوقوف عندها وأخذها بعين الاعتبار والذهاب إلى الطبيب. نستضيف حول هذا الموضوع الدكتور أنس الشومي أخصائي أطفال. مرحبا بك أستاذ. يا مرحبا دكتور. أنا أتلخبط بين الدكتور والأستاذ لأنه الأستاذ بعدين دكتور على طول. لا مشكلة، الموضوع هو عن التأتأة، ومن منا لم يعاني من التأتأة يوما في حياته. صحيح دكتور أنس، خلينا نشوف مع بعض التقرير وبعدين نرجع نكمل الحوار. التأتأة عند الأطفال عارض عصبي تكمن خلفه رغبات عدوانية مكبوتة. قد يكون خلف التأتأة خلل في الإدراك السمعي ويبدو في صورة تأخر وصول المعلومات المرتدة أو نظرية اضطراب التوقيت، وهي نظرية تفسر الأمر على ضوء التناول النفسي وتشير إلى حدوث تشوش في توقيت حركة أي عضلة لها علاقة بالكلام مثل الشفتين أو الفك. يكون تأثير البيئة في كثير من الأحيان أقوى وأشد تأثيرا من الأسباب النفسية والعضوية، ويبدأ هذا التأثير بعد السنة الثانية من العمر، بالإضافة إلى أن الضغط النفسي يساهم بشكل ما في إظهار تلك العلة. وفي بعض الأحيان نرى أن بعض الأهل يجبرون الطفل على الكلام وهو ما يزال في سن الثانية أو الثالثة من عمره،
ويعتبر الجدل العنيف أو المستمر في الأسرة مصدر قلق لكثير من الأطفال، مما يؤدي إلى التوتر داخل الأسرة وبالتالي تلعثم الأطفال. بالنسبة للتأتأة أنا أشوف يعني على ما شفت يعني مع أولادي، مش بس بالتأتأة بالنطق، يعني بالنطق بالكلام العام العامية، ممكن كمان تجي في القراءة. شفتها يعني لاحظت بواحد من أولادي أنه عنده القراءة شوية يعني صعبة، أو النطق يتأتأ في قراءة الدروس أو حاجة زي كذا. أقول لك في جهال يقصوا يتأتأوا كثير، ما يقدرش يتكلموا. ما السبب؟ هكذا يجي ضعف من الله مدري كيف. عطش الطفل. أقرد ما يستلش ينطق نتيته. بداية أعمارهم لأنه ما قد يشوف الإنسان، لما يشوف الكبير يتكلم ما يقدروش يتكلموا، يحاولوا يتكلموا بس ما تطلع معهم الكلمة، لذلك إحنا نعلمهم. التأتأة حق الأطفال يا إما تكون عبارة عن عقدة نفسية يمكن داخل الطفل، يا إما أنه عنده يكون عنده صعوبة في النطق، ما فيش أحد يعلمه الكلام بطريقة صحيحة، أو أنه لما يروح مثلاً الطفل المدرسة في بداية مراحل الأولى يا إما عبارة عن خوف من المدرس، يا إما أنه يكون انطوائي. من قلة شرب تلقائي، من قلة هذا أهم حاجة الشرب، لو لقاها الإشراء تلقائي يسكي. أن التأتأة عند الأطفال بسبب قل اهتمام الأم يعني في يعني اهتمامها بالطفل، ما يعني ما ترويه بالماء، ما تهتم فيه إذا يعني تتكلم معه، دائما يهتموا بالطفل إنهم يتكلموا معه في كل لحظة، يعني أول ما يبدأ يتكلم. هذا أظن هذا السبب. يشير بعض علماء التحليل النفسي أن التأتأة تأجيل مؤقت للعدوان، ويعتقد أن عدم تعبير الطفل عن مشاعر الغضب يعتبر سببا رئيسيا للتعلثم. توجد أنواع عديدة من التعلثم تصيب الأطفال وتختلف باختلاف مراحلهم العمرية، ومن المفيد جدا للأهل مراعاة ما يلي للتغلب على هذه المشكلة. ينبغي عدم إجبار الأطفال على تعلم الكلام إلا إذا كانوا يتقبلونه، فلا بد للأم من الانتباه لضرورة التكلم الدائم مع طفلها وهي تريه وجهها وفمها. يجب على الأهل عدم إرغام الطفل على سرعة الاستجابة بينما هو في حالة فزع أو توتر نفسي، أو إرغامه على الصمت إذا كان يصرخ. في بعض الحالات يمكن اللجوء للتدخل الجراحي، ويمكن إعطاء الطفل بعض العقاقير الطبية المفيدة تحت إشراف الاختصاصي. أخيرا، من المهم في الوقت نفسه وقبل كل شيء الكشف على أذان الطفل وعلاج الأذن الوسطى إذا لزم الأمر، وتجنب الأطفال الضجيج والأصوات العالية التي تخرب السمع. نشكر الزميلة سامية على هذا التقرير. دكتور أنس، يعني زي ما شفنا في التقرير التأتأة عند الأطفال، هل هي يعني مرض في البداية أم هي يعني يصيب الأطفال لفترة معينة وينتهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أذكر في البداية أن سيد المتأتئين هو نبي الله موسى كريم الله، الذي قال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وهذا حقيقة هو أجمل وأشمل تعريف للتأتأة، هو ضيق الصدر بالتعبير وصعوبة إخراج الكلام أو التعبير عن المشاعر الجياشة في الصدر على هيئة كلام. وبعدين لو ما سار موسى لعن فرعون قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم لما وصل إلى فرعون بماذا سخر منه فرعون؟ قال له: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فالتأتأة هي فعلا قد يكون مرض، وقد يكون حالة نفسية، وقد يكون يعني أمر طارئ ومؤقت يمر على طفل ما أو شخص ما قد يكون كبيرا لفترة محددة. وفي كل الأحوال فالتأتأة لا علاقة لها أبدا بالأشياء الأخرى أو بنجاح الإنسان في العمل، وخاصة إذا كان هذا الإنسان صاحب ثقة قوية بنفسه. فمثلا في الحرب العالمية الثانية قاد بريطانيا فيها أشهر متأتئين تقريبا في تاريخ السياسة البريطانية، وكان الملك جورج الخامس وتشرشل. هناك أيضا أمثلة أخرى للمتأتئين وهم ناجحين ومشهورين، من أمثال إسحاق نيوتن العالم الفيزيائي الشهير، ودارون عالم الأحياء الشهير، وكذلك الممثلة
مارلين مونرو الممثلة الأمريكية الشهيرة التي انتهت حياتها بالانتحار وكانت متأتئة في كلامها. نعم دكتور، التأتأة عند الأطفال بالذات يعني هل يعني تعبر عن حالة نفسية وهل لها علاج؟ هي قد تكون بشكل طبيعي إذا كانت في مرحلة عمرية بين الثانية والخامسة. نعم. وقد تكون بداية لمرض. طبعا نحن نفرق دائما بين التأتأة في بحسب المرحلة العمرية، فإذا كانت بين الثانية والخامسة فهذه أمر طبيعي يعني، هذه غالبا ما تكون طبيعية، غالبا في الغالب تكون طبيعية. أما إذا حدثت التأتأة بعد عمر 5 سنوات وفي هذا بعد أن يكتمل نطق الطفل وامتلاكه الملكة الكلامية بالكامل، نعم، ثم حصل له ارتداد أو انتكاس في عملية التخاطب أو في القدرة على التخاطب فهذا غالبا يكون يعني مرض، غالبا يعني مؤشر أنه نعم في شيء خطأ. نعم. طيب دكتور، إيش الأسباب اللي يعني تخلي الطفل ما يتأتأ؟ أو إذا كان مثلا يعني طفل من بين الثانية إلى الخامسة إيش الأسباب؟ وإذا كان يعني من بعد الخامسة قد قادر على الكلام يتأتأ برضو إيش الأسباب؟ طيب فعلا هكذا سوف نفرق، هناك أسباب بين للتأتأة بين السنة الثانية والخامسة وفي هذا تفصيل بسيط. نعم. وأولا الطفل يبدأ في اكتساب المهارة اللغوية في هذه المرحلة العمرية. قبل ذلك يبدأ بالتعبير عن نفسه بكلمة واحدة، مثلا قبل السنة الطفل دائما ما ينادي بابا ماما وهكذا كلمة واحدة، بين السنة وسنتين نعم إذا يعني سوف يطيل الجملة بكلمتين فيقول أريد ماء مثلا. في السنة الثالثة يريد أن يعبر عن نفسه وعن مشاعره بشكل أكبر من ذلك، وبالتالي ملكته اللغوية لا تساعده، فلذلك غالبا ما يحدث تأتأة للأطفال في هذا العمر. وبالمناسبة كل الأطفال يمرون بالتأتأة في هذا العمر، كل الأطفال. اللهم أن الذين يشكون الآباء أو الأمهات أو الذي يلاحظ عليهم أنهم متأتئون، هؤلاء الأطفال هم يعني معدل التأتأة لديهم تعادل ضعف معدل التأتأة عند الشخص الذي لا يحسب أنه لديه تلعثم أو تأتأة أو لجلجلة في الكلام، وكلها مترادفات للنفس. نعم. نعم. بعد السنة الخامسة دكتور إيش الأسباب؟ بعد السنة الخامسة إذا كان قد اكتملت القدرة الكلامية للطفل في السنة الخامسة واستطاع أن يتكلم بكل طلاقة ثم أتى وحدث له انتكاسة، فغالبا ما يكون بسبب خلل إما في الجهاز العصبي له، وهذه أمراض معروفة لدينا الأمراض الانتكاسية العصبية، أو أن هناك يعني حادث نفسي أثر على الطفل وحتى أصبح أو أوصله إلى هذه الدرجة. نعم. نعم دكتور أنس، يعني هل في أنواع للتلعثم عند الأطفال أم يعني أنه ما فيش؟ لا واحد. هو هناك أنواع فعلا للتلعثم، في أنواع كلامية، في أنواع توقف، مثلا عندما يقول الطفل أريد فينطق الحرف الواحد أكثر من 3 مرات أو أكثر من 4 مرات، هناك طفل يقول سو ف وهكذا يعني، فيتوقف بالنطق بعد النطق الأول إلى النطق الثاني لأكثر من دقيقة واحدة، هذا يعتبر تلعثم. هناك أيضا أنواع أخرى للتلعثم، وفي كل الأحوال الأبوين دائما نحن حالات التلعثم التي تأتي إلينا غالبا ما يلاحظ الأبوين أن الطفل أصبح متلعثما بشكل مش طبيعي، يعني ما يقدرش يقول الجملة على بعض يعني. نعم، هي شجاعة الأبوين أو العاطفة الأبوية تحس أن هذا الطفل أصبح غير طبيعي في تلعثمه وليس كغيره من الأطفال المتلعثم. يعني في هذه الحالة إذا لاحظ الأبوين يعني أنه الطفل بيتلعثم كثير يعني لدرجة أنه ما يقدرش يقول جملة، يعني في هذه الحالة يهتب يعني يأخذ ابنه للطبيب. لا، إحنا معنا حقيقة يعني عدة أسباب دائما نحن ننصح الأمهات بها وننصح الآباء ونقول إذا أصبح تلعثم الطفل لأكثر من 10% من كلامه، هذه واحدة. الشيء الثاني إذا كان توقف الطفل عن الكلام لأكثر من ثانية فهذه تعتبر يعني نقطة يجب عندها أخذ الطفل إلى المريض إلى الطبيب. وكذلك إذا كان الطفل أصبح يعني يكافح من أجل إخراج الكلمة أو التعبير عما في داخله فهذه تعتبر نقطة مهمة. والنقطة الرابعة المهمة أيضا إذا أصبح الطفل يتجنب مخاطبة الآخرين بسبب عدم قدرته على الكلام ففي هذه الحالة يجب عرضه على الطبيب. طيب دكتور أنس، متى يعني الطفل يوصل لمرحلة أنه يحتاج يعني تدخل عملية جراحية يعني؟ هذه بحسب الأسباب، وحقيقة أولا يعني الأسباب هي غير معروفة 100%، ولكن هناك روابط، هناك دراسة تسمى دراسات الروابطية أو دراسات الروابط الجينية. مثلا إذا كان معنا لدينا 10 أطفال متأتئين فيقام بدراسة جيناتهم، وعندما توجد هناك جينات مشتركة بين 10 المتأتئين يتم دراسة هذه الجينات وطريقة توارثها. أيضا هناك أسباب أخرى للتأتأة تتمثل في وجود خلل تشريحي، لنقول تشريحي، هناك أطفال مثلا لديهم
يعني وصلة زائدة اللسان أو نسميها حالة اللسان المربوط. كلنا لدينا طبعا هي وصلة تربط بين اللسان أسفل اللسان وأسفل الفم، وهذه الوصلة أحيانا تكون كبيرة بشكل أكثر من طبيعي عند بعض الأطفال. في هذه الحالة نحن ننصح الآباء والأمهات بأن يقام بإجراء عملية جراحية هي بسيطة طبعا ولا تكلف أكثر من 5 دقائق. هذه العملية يتم فيها تحرير اللسان لكي يستطيع الطفل أن يتدرب على الكلام. هناك أيضا أشياء أخرى، مثلا إذا كان لدى بعض الأطفال يكون لديهم تضخم في اللوز واللحميات أو التي تسمى الزوائد الأنفية، بحيث أنها تمنع الطفل من الكلام لأنه لا يحدث توافق بين الحديث أو بين الكلام وبين خروج الهواء من صدر الطفل. في هذه الحالة لازم يعني لابد أن تزال. فإذا المهم أنه إذا كان هناك سبب عضوي يجب أن يلجأ إلى الجراحة، أما إذا لم يكن هناك سبب عضوي فغالبا لن تكون الجراحة مفيدة. طيب دكتور أنس، يعني إيش العلاجات اللي ممكن يعني الأب والأم يقدموها للطفل؟ هل هناك علاجات؟ نعم هناك علاجات أو تمارين أو حركات أو أشياء يعني ممكن تساعد الطفل أنه نعم. هو يعتمد على المرحلة التي بدأ التلكؤ أو عفوا التلعثم أو التأتأة فيها. فإذا بدأت في المرحلة العمرية بين السنتين والـ5 سنوات نحن دائما نقول له ألا يلتفتوا إلى هذا التلعثم وألا يشعر الطفل أن لديه مشكلة. في حاجة غلط. نعم أيوه. فإذا ما شعر الطفل أن كل شيء طبيعي، وحتى عندما يستمعوا إلى كلام الطفل يجب عليهم ألا يعني ينظروا إلى طريقة حديث الطفل وإنما إلى المعنى الذي يريد إيصاله. أيضا بعض الأطفال هناك يتأتئون في الكلام ويتلعثمون، فالأب يسبق الطفل بالحديث ويقول له أنت تريد أن تقول كذا، هذا خطأ. يجب أن يعطى الطفل يتكلم. نعم يعطى الطفل الوقت الكافي للحديث وللتعبير عن نفسه وحتى للتلعثم، لأنه كلنا مرينا بهذا، ولذلك كانت هذه حلقة محرجة لنا جميعا. دكتور أنس، طيب نتكلم عن الموسيقى، هل يعني الموسيقى يعني لها دور في علاج الأطفال من التأتأة؟ هو أنا أذكر رحمة الله على الفنان عمر غلاب، أنا لم أكن سأتحدث عن اسمه لو كان حيا، فرحمة الله عليه كان جارنا وكنت ألتقي به في كثير من الأحيان، ولا أعتقد أن أحد منا لم يسمع أغنية عالي فوق السحب يا من السعيد. كنت أتعجب من طلاقته في الغناء، بينما عندما يتحدث لا يكاد أن يستطيع أن يكمل الجملة، حقيقة كان لديه تلعثم عجيب، ولذلك دائما نقول أن الغناء كان يغني كويس. نعم أغانيه لم يكن يتلعثم فيها على الأطلاق، فلذلك الغناء هو واحد من وسائل علاج التأتأة، وهو شيء معروف في فنيات التخاطب أو في مراكز يعني الأهل يخلوا الطفل يسمع الأغنية ويرجعها ويكررها. نعم نعم هكذا يعني، أو مثلا توضع سماعة في أذن الطفل وبحيث أن الطفل يغني مع الأغنية. طبعا باقي هناك شيء أهم وهو أهم حقيقة، وقد أثبت جدوى وأنا شخصي لم أجد منه في العلاج. نعم. وهو تعليم الطفل القرآن الكريم على يد متخصص في مخارج الحروف، ولكي يعلم الطفل النطق الصحيح للأحرف. أنا لم أجد إلا القليل من الذين تعلموا القرآن في سن صغيرة في عمر 4 سنوات أو 5 سنوات من الذي بدأوا يتعلموا القرآن في هذا العمر. في الحقيقة أنهم يعني يعجب أو يتعجب الإنسان من فصاحتهم وطلقتهم في الكلام. هذا شيء مهم يعني قبل أن نعود، وبعدين الموسيقى. بعدين الموسيقى يعني أول شيء نبدأ بالقرآن الكريم. نعم. أكيد ضروري. نعم. هذه نعم. رسالة يعني منك الآن لكل الآباء والأمهات، يعني إذا كان طفلهم عنده تأتأة أو حتى ما عندهش أي تأتأة لابد أن يتعلم القرآن. حتى للكبار أيضا. حتى للكبار صحيح. دكتور أنس الشومي أخصائي أطفال، شكرا لك على حضورك معنا، وأكيد إن شاء الله نستضيفك في أكثر من حلقة إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا، دراسة أثبتت أن زيادة السكر أو شرب عبوتين من المشروبات الغازية تؤدي إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم ولو حتى كانت الوجبة خالية من الملح. نشاهد التقرير. أكدت دراسة حديثة أن تناول السكر والملح يضران بالصحة من خلال رفع ضغط الدم، والكوليسترول أيضا يزيد نسبة الدهون في الدم بينما يرفع تناول الملح بكثرة ضغط الدم. بالنسبة للملح والسكر طبعا هما مصنفان، أو فيه مقولة تقول أنه هما يدخلوا ضمن السموم الغذائية الثلاثة البيضاء اللي هي الملح السكر الدقيق الأبيض. تأثير الملح قدو يعني معروف للكثير أنه له ارتباط بالضغط، حيث أنه زيادة استخدامه كونه يحتوي على مادة الصوديوم فهو يعمل على زيادة ضغط الدم. أما بالنسبة للسكر فهو له تأثير، بس قد ربما يكون تأثيره هو الذي يسبب أصلا ارتفاع ضغط الدم، كون السكر عندما إحنا نأكله بكميات كبيرة ولعدم وجود الحركة أو لعدم قدرة الجسم على يعني صرف هذا السكر
فانه عمليا بعد كذا يتحول الى دهون. الدهون هذه ممكن تتراكم داخل جدران الاوعيه الدمويه، ومما يؤدي الى تضيقها، مما يؤدي الى انها تفقد مرونتها، وهذه الاشياء ممكن تسبب زياده الضغط. لكن عمليا حتى يكون الكلام ادق، مفهومنا للسكر لازم يكون اوسع، لانه مش بس السكر الابيض هذا الذي احنا بنحطه في الشاهي هو فقط ما ممكن نعتبره سكر، ولكن اشياء اخرى مثل جميع انواع النشويات بما يدخل فيها من خبز، رز، بطاط، مكرونه، يعني هذه الاشياء عمليا هي تعادل تماما السكر، هي سكر ولكن بشكل اخر. فالتعادل والتوازن يجب أن يتم في تناول هذه الأشياء، لأنه إذا حصل الإفراط فالإفراط دائما له آثار سلبية. عمليا لابد أيضا نحدد عمر الشخص، نوع الشخص، طبيعة حركته، هل ما هو مريض مثلا بالسكري أو عنده أصلا عامل وراثي، أقصد هناك الكثير من هم في العائلة لديهم هذه المشكلة. طبعا مع احتساب هذه كل العوامل يمكن مجازا أن يعني نقول كم كمية السكر الذي ممكن نتناولها. طبعا السكر والملح بحد ذاتهم هم ليسوا أعداء، بل هما من ضروريات الحياة، ولكن هما ضرورية بمقدار معقول، وفي نفس الوقت احنا نقدر نقول انه هم موجودين اصلا في اشياء ومنتجات كثيره. بكل بساطه الخضروات والفواكه وكثير من الاطعمه اللي احنا بناكلها تحتوي بدون اضافه ملح او سكر، تحتوي على الملح والسكر. فهنا حتى نكون في صحه افضل نفضل اللي هو تقليل الملح والسكر. كلما اكل الناس كميه اكبر من السكر كلما ساءت مستويات الكوليسترول لديهم، وهم اكثر عرضه للاصابه بامراض القلب. ان النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبه عاليه من الدهون الثلاثيه والكوليسترول العالي خطر جدا على المريض، يجب الامتناع عنه. وربطت دراسة بين الاكثار من تناول السكر والملح خطر الاصابه باكثر من 100 حاله مرضيه، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى أمراض كثيرة مثل السكري والسرطان، بالإضافة إلى أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وظهرت دراسة أمريكية أن الذين يتناولون كميات من السكر في الأغذية والمشروبات أكثر من التي كانوا يتناولونها في الأعوام السابقة هم أكثر عرضة للأمراض. مشاهدينا، أمس كان الرابع من فبراير اليوم العالمي لمكافحة السرطان، طبعا أطلقتها الاتحاد الدولي وتقام فيها الماراثون وتقام فيها أيضا جميع الاحتفالات. وفي إطار هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور حسين عطية، مدير إدارة الخدمات الصحية في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان. مرحبا بك دكتور. مرحبا دكتور. اسمح لنا في البداية نشوف التقرير مع بعض وبعدين نناقش الموضوع. اليوم العالمي للسرطان هو تظاهر سنوي ينظمه الاتحاد الدولي لمكافحة مرض السرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر هذا المرض، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج منه. بالنسبة يعني اليوم هذه الأيام سنحي مع العالم أجمع اليوم العالمي لمكافحة السرطان، وضرورة عندنا في اليمن أن نتفاعل بشكل أكبر، لأن هذا الداء الخبيث توغل في بلادنا الحبيب، والأرقام أعداد مرضى السرطان تتضاعف من عام إلى عام، ووضع المرض ينهش في أبناء هذا الوطن الحبيب. هذا ما استدعى أن تقوم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالتعاون مع كل الخيرين لإقامة عدة حملات توعوية. بدأناها في 4 فبراير اليوم العالمي لمكافحة السرطان، والذي يستمر إن شاء الله لمدة أسبوع بمعرض توعوي، بحفل افتتاح للمعرض التوعوي الذي سيستمر لمدة أسبوع، ويتلوها عدة زيارات ميدانية للجامعات ومراكز تعليم اللغة الإنجليزية، وكذلك إلى بعض القرى القريبة ومن أمانة العاصمة، وكذلك في عدة محافظات الجمهورية. المرض منتشر في كل أرجاء الوطن، وإن كانت النسبة تكون مرتفعة أكثر في المناطق الريفية، وذلك يعزو إلى عدة أسباب: استخدامهم للمبيدات
استخدام الخاطئ لرش القات وغيره من الخضروات، كذلك إلى ضعف الثقافة الصحية لدى أبناء هذا الوطن العايشين في المناطق الريفية، وكذلك لاستخدامهم عادات سيئة مثل التخزين المستمر والشمة والبرتقان، وكذلك لعدم الممارسات الصحية والرياضة الصحية وعدم التوازن الصحي في الأكل والشرب. طبعا المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تقيم عدة حملات في العام، تحيي اليوم العالمي لمكافحة السرطان 4 فبراير، وكذلك اليوم العالمي للصحة في شهر مارس، وكذلك اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في 31/5، وكذلك يوجد كمان حملة وطنية، هذه الحملة الكبرى للتوعية بمسببات السرطان والطرق الأمثل والأفضل لمحاربة هذا الداء الخبيث. وختاما شهر أكتوبر لمكافحة سرطان الثدي، نحتفل مع العالم أجمع لأنه شهر 10 أو شهر أكتوبر هو اليوم، يعني هو شهر مكافحة سرطان الثدي في العالم، فنحن في اليمن ليس معزولين عن العالم، بل الواجب علينا في مكافحة السرطان أن نكون أكثر تفاعلا، لأن اليمن تعتبر من أكثر الدول نموا في معدلات مرض السرطان، وذلك بسبب انتشار التدخين، وتعتبر بحسب إحصائيات رسمية تعتبر اليمن من أكثر الدول استهلاكا لمادة التبغ. شعار اليوم العالمي للسرطان هو معا كل شيء ممكن، ويؤكد هذا الشعار على أن العالم لن يتمكن من تخفيض عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن السرطان والأمراض غير السارية الأخرى إلا عندما يقوم كل واحد من الأفراد والمنظمات والحكومات بالدور المنبوط بها. عنه السرطان أنه محدود القدرة، لا يشل الحب ولا يحطم الأمل، لا يفسد الإيمان ولا يدمر الصداقة. السرطان مرض مؤلم ومؤذي، متمنين لكل من أصابه هذا المرض العافية والسلامة. ندى فريد لبرنامج مكافحة. بتبرعاتكم نخفف من آلامهم، وبإذن الله ننقذ أرواحهم. شفنا التقرير مع بعض، وطبعا نتمنى الشفاء لكل أطفال وأمراض السرطان في اليمن وخارج اليمن. دكتور حسين، يعني زي ما شفنا في التقرير، طبعا في اليوم الرابع من فبراير هو اليوم العالمي لمكافحة السرطان، يعني أنتوا في المؤسسة كيف تستعدون لهذا اليوم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على تطرق مثل هذه المواضيع التي تلامس حياة وظروف ومعاناة شريحة كبيرة في المجتمع. نعم. ونحن في المؤسسة لا نحتفل باليوم العالمي للسرطان في 4 فبراير. نعم. فنحن نعايش اليوم العالمي للسرطان يوميا. من جراء معاناة مثل المناظر التي رأيناها في التقرير. صحيح. من خلال التعامل مع المرضى وأحوالهم ومعاناتهم. أما 4 فبراير فهو يوم تذكير للناس أو للأصحاء من هذا المرض، لتذكر معاناة المرضى والاستشعار حياتهم ووضعهم. نعم. فهو تذكير مثل اليوم العالمي لمكافحة التدخين. نعم. الأيام الوطنية والعالمية للسكر وغيرها. أما نحن في المؤسسة فنحن نحتفل به يوميا
لما نرى من مثل هذه الحالات وأكثر. طيب دكتور، أنتم في المؤسسة يعني إيش اللي بتقدموه لمرضى السرطان؟ نقدم الكثير لمرضى السرطان. أولها ما نقدم له البشرى من الله سبحانه وتعالى، فعند المريض عندما يصاب يعلم أولا أن الله ابتلاه لأنه يحبه، وثانيا لعل الله ابتلاه يريد أن يطهر ذنوبه. ثانيا ما تقدمه المؤسسة لمريض السرطان العديد من الخدمات الطبية والصحية والنفسية والدعم النفسي حسب إمكانية المؤسسة. على سبيل المثال تقوم المؤسسة بمساعدة المريض بالأدوية، الأدوية الكيماوية التي يحتاجها المريض بشكل مستمر، وتساعده في العمليات إن لزم الأمر لتدخل جراحي، وتساعده بالعلاج بمادة اليود المشع والعلاج الإشعاعي، وتساعده أيضا باحتياجه من الأشعة المحورية أو المقطعية أو الرنين المغناطيسي وكل ما يحتاجه مريض السرطان من خدمات صحية حسب إمكانية المؤسسة. فالمؤسسة تقدم أكثر من 8 أو 10 خدمات صحية للمريض. طيب يعني يا دكتور كلامك أنه يعني الأدوية المكلفة، نحن عارفين أنه طبعا علاج السرطان مكلف، يعني أنتم بتجيبوا الأدوية والعلاجات مجانا لكل المرضى؟ الأصل في علاج مريض السرطان أنه مناط بالدولة، فالدولة هي الأصل أنها توفر العلاج مجانا لمريض السرطان. لكن الواقع والظروف التي تمر بها البلاد ويمر بها الواقعنا الاقتصادي لا تستطيع الدولة أو الحكومة بشكل عام أن توفر علاج مريض السرطان بشكل كامل. بالتالي يعني تتحمل جزء وأنتم تتحمل فالمؤسسة جزء. الدولة كما صرح الأخ دكتور أحمد العنسي وزير الصحة أن الدولة لا تستطيع إلا أن تقوم بحوالي 20% من علاج مريض السرطان. فالنسبة الباقية يعني النسبة الباقية تتحملها المؤسسة. المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان. والعلاج المريض مكلف جدا. ونحن نعلم أن مريض السرطان كل خدماته مكلفة. فالمؤسسة تقوم بتوفير العلاج وتوفير الخدمات إنما مساهمة مع المريض، هي لا تتكفل به مجانا. تختلف، نحن نمشي على لائحة ونظام بالمؤسسة يختلف مساهمة المريض، هي نسبة طبعا ضئيلة مقارنة بالخدمة التي تقدم. يعني على حسب وضع الاقتصادي؟ لا، على حسب الخدمة وأيضا وضع الاقتصادي. قد يأتي مريض وهو فقير مدقع مش قادر يساهم، تتحمل لها المؤسسة كامل خدماته. حتى لو وصلت إلى مرارة كبيرة. طيب دكتور، هل يعني في معكم حملات توعوية أنتم بتعملوها ضد يعني مرضى السرطان، يعني لتوعية الناس بمرض السرطان؟ حملات التوعية كنا بالأمس القريب في 4 فبراير في تدشين معرض التوعية الثاني برعاية معالي أمين العاصمة أستاذ عبد القادر هلال، والتوعية مستمرة لدينا على مدار العام في المؤسسة. فأنا كما ذكرت لك أن التوعية بمخاطر المرض أو كيفية الوقاية من المرض هي مستمرة، ولدينا إدارة في المؤسسة، إدارة الإعلام، وهي مهمتها كيفية توصيل المعلومة وتوصيل طرق الوقاية، ولدينا قسم في إدارة الخدمات الصحية قسم الرعاية الصحية كيف تتواصل مع المريض وكيف تتفقد حالته بعد تقديم الخدمة. طيب إيش تقييمك يعني لوسائل الإعلام، وهل يعني فعلا أنه وسائل الإعلام قد غطت يعني ووعت الناس بالحملات التوعوية، أم هي يعني نسبة ضئيلة وتحتاج إلى مزيد من التوعية؟ والله إحنا نطمح إلى أن يكون لهم دور أكبر من الموجود. ويكاد يكون الموجود معدوم في قضية تثقيف المريض وتثقيف المجتمع بشكل عام عن مخاطر المبيدات والكيماويات والوسائل الخاطئة في الأكل وفي التداوي وفي الأغذية المعلبة وفي الأغذية المكشوفة وفي الأغذية يعني هذه اللي تسبب مرض السرطان. هي جزء من أسبابه، جزء من أسبابه. أيضا نطمن المجتمع أو بشكل أن المرض ليس معدي ولا وراثي. وهذا إنما
المناط بالوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية سواء في الدولة أو في الـ 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 يعني القطاع الخاص أن تتولى أو تعير مثل هذا الجانب اهتمام كبير. يعني إذا كان في لأنها واحد رسالة صحيح. رسالة والمؤسسة أو الجهة الدولة بشكل عام يجب أن أو أفضل لها أن تصرف مبلغ حتى 100,000 ريال في قضية التثقيف ولا مليون في علاج. صحيح. أيوة. يعني ممكن إذا كان في توعية وفي تثقيف والش يعني الشعب واعي ممكن يتجنب الإصابة بهذا المرض. صحيح. وهذا حصل. زي ما انتقلت يعني إذا كان واحد في العائلة لا قدر الله مصاب بمرض السرطان يعني بقية الأهل يعني يزوروا ويكونوا جنبه ما يخافوش منه أو يتجنبوا لأنه المرض مش معدي. هذا نقطة يجب أن نتطرق لها وهي الدعم النفسي للمريض. نفسي نعم. يجب أن إذا كان لدينا مريض في الأسرة أو نعرف مريض سواء في الجيران أو كذا يجب أن ندعمه دعم نفسي أن المرض هذا كما ذكر في التقرير لا يعيب الإنسان في الإنتاج ولا يعيب الإنسان من التعايش مع المجتمع ولا والدراسة والتواصل بس في عندنا في عندنا بعض الحالات المصابين بالسرطان الآن يواصلوا دراستهم الجامعية نعم. بل ودراستهم العليا الأكاديمية طبيعي. وبعضهم يمارس تجارته يعني بشكل مستمر وكذلك النساء والرجال. طيب دكتور أنا بس حابة أعرف يعني منهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان الأطفال أم البالغين أم الكبار؟ هو فيه مستوى فيها نسب متفاوتة. أولا أن أجسام الأطفال قابلة للإصابة بسبب صغر حجمها فقط أو قلة المناعة أو شيء من هذا الجانب. إنما نحن عندنا إحصائيات أو عندنا كشوفات بتقارير عن تواجد أكثر المصابين في اليمن وكيفية وين تمركزهم. فنحن عندنا في الأماكن أو في المناطق الغربية من البلاد أكثر المصابين في منطقة الحديدة وحجة وتعز وإب كذلك نعم. فهذه المناطق أكثر إصابة بأمراض السرطان. ناهيك عن 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 الآثار التي تسببها بعض الشركات النفطية أو بعض المصانع أو بعض التي يعني يتسرب منها أو يخرج منها غازات وخاصة المناطق النفطية أو مناطق الشركات التي فيها النفط. يعني هذه كمان رسالة للمشاهدين اللي يشوفونا وكل الناس يعني أنه ما ننتظر يعني إذا كان في شوية تقصير من الجانب التوعوي والإعلامي والحاجات هكذا يعني لابد أن الواحد يثقف نفسه ويبحث عن المعلومات ويبحث عن كيف يتجنب. أولا هذه دعوة يعني مننا لكل الناس أنه يعني يثقف أولا نفسهم. أولا أن الجهد الذاتي في حد ذاته هو ضعيف. والله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن. فعندما يكون التوعية والتثقيف من جانب الدولة نحن ننظر الآن عندما تكون الحملات مثلا شلل الأطفال كيف تسخر وسائل الإعلام كاملة نعم. وكيف يكون عندما يكون هناك وباء مثلا نعم. ملاريا أو غيره تسخر وسائل الإعلام أو مثلا حملة النظافة التي وقعت في شهر 12 كيف سخرت وسائل الإعلام صحيح. فقام المجتمع وتفاعل معها صحيح. إلى حد كبير. فنحن لو أن يكون فيه هناك وقت مناسب في القنوات سواء الخاصة أو الحكومية للتوعية وهي رسالة وكل قناة هي لها رسالة في توصيل المعلومة إن شاء الله يا رب. دكتور بس آخر سؤال يعني إيش الرسالة اللي حاب توجهها ولمن؟ أولا الرسالة التي أوجهها إلى 3 جهات. منها أوجهها أولا إلى الدولة أن الله سبحانه وتعالى ابتلى شريحة من المجتمع أو من الشعب بهذا المرض فيجب أن نوليهم اهتمامنا الكامل نعم. أولا أن مرض السرطان مكلف جدا والمريض عندما يصاب به اسم السرطان قد هو اسم مخيف حتى ولو كان. وأنصح فأطلب من الدولة أن تعيره اهتمام أو تعيره الدعم المعنوي والدعم المادي والدعم النفسي نعم. وأن تسعى إلى أن يأتي أو يكون الدعم أكبر من ما هو موجود أوكي. الرسالة الثانية وهي إلى الميسورين وأهل الخير من الذي رزقهم الله أن لا يبخلوا على هذه المؤسسة وعلى هؤلاء المرضى من الدعم السخي حتى يقيهم الله يقيهم الله ويقي أسرهم شر هذا المرض نعم. الرسالة الثالثة أبعثها إلى المرضى الذي ابتلاهم الله بهذا المرض. أولا الصبر لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاك فيجب أن تصبر
لعل الله لعل في ذلك خير, خير. أولا سواء في الدنيا أو في الآخرة. وأيضا أن المرض هذا لا يعيق الإنتاج ولا يعيق المشاركة ولا يعيق الحياة, لازم يرفع من معنوياته ويعيش حياته طبيعي. دكتور حسن عطية, مدير إدارة الخدمات الصحية في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان, شكرا على حضورك. شكرا معنا. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة التراثيات والجامع الكبير. الجامع الكبير بصنعاء يعد من أقدم المساجد الإسلامية, وهو أول مسجد بني في اليمن, ويعتبر من المساجد العتيقة التي بنيت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بني هذا المسجد في السنة 6 للهجرة, حيث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل وبر بن يحنس الأنصاري وليا على صنعاء, وأمره ببناء المسجد, فبناه ما بين الصخرة الململمة وقصر غمدان. يعتبر الجامع الكبير أول مسجد بني في أوائل الإسلام, بني في السنة 6 للهجرة, وقد بني بأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما بعث وبر بن يحنس الأنصاري إلى اليمن واليا عليها, فقال لهم ادعهم إلى الإيمان, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى الإيمان, فإن أضاعوك به فاشرع لهم الصلاة, وإن أضاعوا لك بها فأمر ببناء مسجد في بستان باذا ما بين الصخرة الململمة إلى غمدة. وبستان باذا هو كان ملك لوالي الفرس على اليمن اسمه باذا, فلما أسلم أهدى هذا البستان لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المسجد في هذا البستان. وكان البناء الأول كان في 4 دعائم في المؤخر, كان في 4 دعائم, ثم زاد في أيام الحسن بن سلامة والي بني زياد, فزاد في زيادة ملحوظة. ثم جاء العصر الأموي في آخر السنة 100 للهجرة, 100 الأولى للهجرة, فزادوا فيه زيادة ملحوظة بأن بني توسع الجامع من قبلته الأولى إلى قبلته الحالية, وهذا كان في الرواق الجنوبي أي المؤخر. ثم جاء العصر العباسي في أيام المهدي عبد الله, فأمر واليه بصنعاء بزيادة كبيرة في الجامع الكبير, فكانت الزيادة بأن بنى الرواق الجنوبي, الرواق الشرقي, الرواق الغربي, الرواق الشمالي, هذا في السنة 1036 للهجرة. ثم جاء نزل عليه سيل كبير على الجامع الكبير فأخربه, فقام بإعادة بنائه محمد بن يعفر في الدولة اليعفورية في سنة 225, فبناه على ما هو حاليا برواقته الأربعة, وأتقن سقوفها بالخشب المستورد من الهند, وكتب ونقش عليها نقائش بديعة ومحسنة وكلها مختلفة عن بعضها البعض. وهناك شريط خشبي على الجامع الكبير فيه القرآن كامل تحت السقف مباشرة. ثم توالت المحاسن على هذا الجامع في سنة 1006 من الهجرة, وبنى في وسط الصرح هذا يعني القبة كما ترونها, وهذه القبة ما هي شبيهة بالكعبة ولا شيء, وإنما كان الغرض منها بنائها أن كان بنائها في لدورين, الدور الأول لمخزن لزيوت الإنارة في الجامع, والدور الثاني مخزن للمصاحف. أما بناء بالنسبة للمنارتين أو الصومعتين فبناهما بردساء الوالية الكردية الشاساني. من عظمة الحضارة الإسلامية وتكاملها عامل الجمال كقيمة مهمة في حياة الإنسان.
أن الإحساس بالجمال والميل نحوه مسألة فطرية في أعماق النفس الإنسانية. للعمارة الإسلامية شخصيتها وطابعها الخاص المميز، سواء كان ذلك نتيجة التصميم الجمالي أم العناصر المعمارية المميزة أم الزخارف المستعملة. يتميز الجامع الكبير بهذه النقوش البديعة والمميزة التي تجذب الناظر عند الدخول إليه. أعمدة الجامع اتخذت عقوداً مدببة وروابط خشبية، هذا وكله يدل على الفن المعماري الإسلامي، وله عدة مداخل: البوابة الشرقية والبوابة الغربية. أن روعة العمارة تعبر عن روعة الحضارة. مشاهدينا مشاهدي موكا كافي، الآن ننتقل معنا طبعا في الاستوديو ثلاثة جيتاريست شباب، نتعرف عليكم يا شباب. عيد الثقاف محمد الجنيد. شهاب الزيد. طبعا أنا شايفة معكم جيتار، أكيد يعني تعزفوا لنا بالجيتار، بس حابة أسألكم يعني متى بدأتوا تعزفوا على الجيتار؟ والله إحنا نسب متفاوتة مش مع بعض. تقريبا أنا لي يمكن سنة. محمود كم لك؟ لي سنة ونص تقريبا. شهاب؟ سنتين. سنتين. وكيف تعرفتوا على بعض؟ يعني صدفة ولا يعني تعرفوا بعض من قبل؟ لا صدفة. يعني عرفتوا بعض بالصدفة وجلستوا مع بعض. الآن يعني نقدر نقول عليكم فرقة مع بعض؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إيش بسمعونا؟ بنسمعكم أغنية الغرقان رشد الماجد حسين القسمي. أوكي. يلا نسمع. مش مشكلة عادي لأنه شوية المكان ضيق. لا معلش مش يا لا 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 يا
قلبي ليه من حب التنكر ليه من حب التنكر اللي شابك هو حبي ولا شيء نستخبي ولا شيء نستخبي اللي ساكن وسط قلبي ليه من حب التنكر ليه من حب التنكر انت في دنياك لاهي عن حبيب القلب ساهي انت ضلي متباهي حسي بشوق وتذكر انت في دنياك لاهي عن حبيب القلب ساهي انت ضلي متباهي حسي بشوق وتذكر يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا برافو عليكم والله. ايش اسالكم سؤال على فكره، يعني انا شخصيا يعني احب الجيتار، احب اعزف الجيتار لكن ما اعرفش اللي عنده الرغبه انه يعزف في الجيتار، يعني هل صعب انه يتعلم او سهل او كيف؟ يعني هو بالنسبه للصعوبه مش صعوبه، هي تعتبر ثقه بالنفس اولا وتصميم. اللي عنده تصميم واراده ممكن يوصل لاي شيء يحبه. يعني على فكره نسيت ان اقول لك يعني ان صوتك حلو كمان يعني بالعزف والغناء. طيب يعني كيف عزفتوا؟ يعني كيف بدأتوا تعزفوا؟ حد علمكم ولا لحالكم؟ اشتريتوا جيتار؟ يعني اشتري جيتار وتعلم لحالي بتعلم؟ ممكن احتمال كبير. يعني انا وشهاب يمكن كل واحد بدأ لوحده بدأنا يوتيوب وملفات بداية كده ومن الانترنت بدنا نجمع بدأ، بس من ناقصنا شيء واحد بس الغناء اللي هو التناغم ما بيننا. احنا يمكن اخذناها امس بس التناغم يعني اذا اخذت يعني تجلسوا مع بعض و كل واحد تمام التناغم بيجي على طول. يعني البيسك يعني ممكن اتعلمه من خلال يعني البرامج في الانترنت وكتب وحاجات زي كده. الموسيقى كمان موجود يعني كنت عادني ايش اسالكم على البيت يمين الموسيقى، يعني هل له دور؟ يعني ما شاء الله اكيد له دور كبير. انا شفت يعني هناك كثير طلاب يعني ياخذوا الجيتار ويروحوا ايوه هناك في مدرسين متمرسين وكفاء ما شاء الله. طيب هش أسألكم، هل شاركتوا يعني بحفلة بفعالية أو ناويين تشاركوا؟ شاركنا كثير بفعالية تجربة الثلاثة مع بعض، كونكم يعني فرقة ولا كل واحد لحاله؟ الكل يعني فرقة وكل واحد لحاله. من قبل ما نتعرف كان كل واحد لحاله، بس من بعد ما تعرفنا كنا مع بعض نسوي وكان تمام. يعني كان كل فعالية بناخذ منها درس وناخذ منها شيء، كانت بتزيد الاكسبيرينس. طيب اشتكم بس لانه ضيق الوقت معنا دائما يعني يحرقنا يعني امام الضيوف، نشتي بس معزوفه كذا سريعه لكن اوكي تفضل. قولي مش معزوفه اوكي خليه بس اختصر انت غنيها كلها. Mm-hmm.
عليكم يا شباب. صراحة أنا مبسوطة كثير يعني إنه في شباب رائعين مبدعين، ودائما برنامج مكة كافيه يستضيف يعني الشباب المبدعين. أتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم، وإن شاء الله يعني أستضيفكم في حلقات جاية، وأنتم قدكم يعني أكبر فرقة كبيرة يعني نجيب كثير كراسي إن شاء الله. شكرا لكم على حضوركم معنا، نورتونا. مشاهدينا ننتقل الآن إلى أخبار الفن والفنانين، نتابع. تبدأ الممثلة منى شلبي تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي نيران صديقة الأسبوع المقبل بإحدى الاستديوهات بالمنطقة الصناعية، حيث يتم حالياً بناء الديكورات اللازمة للمسلسل استعداداً لبدء التصوير. المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول النفس البشرية، حيث يقصد بالنيران الصديقة الاتهامات التي نلقي بها بعضنا البعض داخل العمل المسرحي والحياة اليومية. مسلسل نيران صديقة بطولة منى شلبي، رانيا يوسف، كندا علوش، عمرو يوسف، إخراج خالد مرعي. عبر الفنان محمد منير عن استيائه من انتشار خبر زواجه على المواقع المختلفة، ووصف الفنان الكبير هذه الشائعات بأنها سخيفة وليست لها أي أساس من الصحة حسب ما ذكرته مجلة أخبار النجوم، وأكد أنه مشغول هذه الأيام بما يحدث في مصر، وأنه يتمنى لها أن تخرج من تلك الأزمة التي لم يتوقعها أحد على حد تعبير. أليسا تؤكد روتانا منعت عرض كليب أسعد وحدة، وتعجبت النجمة اللبنانية من منع عرض كليبها الجديد على شاشات التلفزيون، مع العلم أنه استمر عرضه شهر كامل، حيث كتبت أليسا على صفحتها الرئيسية على تويتر بأنها تعتقد أن السبب الرئيسي في توقيف الكليب هو أنه مثير أو أوفر على التلفزيون، وقد لاحظوا ذلك بعد شهر من عرضه ومشاهدته من قبل مليون شخص على موقع يوتيوب.
مشاهدينا بهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج موكا كافيه. أتمنى أن تكون المواضيع اللي اخترناها اليوم وناقشناها أعجبتكم. طبعا في تهنئة من قبل طاقم موكا كافيه إلى الأخ بلال الموتي بمناسبة قرب الزفاف إن شاء الله يوم الخميس، نتمنى له كل التوفيق. برنامج طاقم موكا كافيه يحييكم ويتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله. أنا ألقاكم شيرين شهر، ألقاكم يوم الخميس، إلى اللقاء.